Gluconeogenesis. Show what gluconeogenesis. What is it? Gluconeogenesis, it's the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors. يعني إنه إحنا بدنا نعمل بدنا نصنع الجلوكوز من مصادر غير الكربوهيدرات. كيف يعني؟ هلا أول إشي من وين إحنا بنجيب الجلوكوز؟ إحنا بنجيب الجلوكوز من our diet، الأكل اللي بناكله، وكمان بنجيب الجلوكوز من الجلايكوجين بريك داون اللي شرحناها بالتفصيل باللكشر اللي قبل. حكينا سابقا ان الجلايكوجين هي من ال هو مخزن للجلوكوز بجسمنا. هلا الجلايكوجين بيقدر انه يوفر لي جلوكوز، it can supply glucose for 10 to 18 hours of fasting period. يعني اذا انا ما اكلت اشي من 10 ل 18 ساعة بقدر اني احصل على الجلوكوز من مين؟ من الجلايكوجين. بس بعد هدول من وين بدي اجيب طاقة؟ هون بيجي دور الجلوكونيوجينيسيس. انه انا جسمي ما بقدر انه يكمل ويشتغل and it cannot function properly من دون وجود الجلوكوز، لازم اني الاقي طريقة تانية اجيب منه جلوكوز من دون وجود كربوهيدرات بشكل مباشر من خلال الجلايكوجين او الاكل. هون بيجي دور الجلوكونيوجينيسيس. هلا من وظائف الجلوكونيوجينيسيس it maintains glucose blood concentration during prolonged fasting. يعني لما انا اكون صايمة هو بوفر لي الجلوكوز، وهي اللي حكينا عنها قبل شوي. وظيفة تانية للجلوكونيوجينيسيس كمان انه it clears the products of metabolism for some tissues which end up in the blood. هلا في عنا من بعض العمليات الأيض اللي بتصير بالتيشوز بيطلع من البرودكتس اللي بتنتج من هاي العمليات الأيض بتروح وبتصير تتراكم جوات الدم. الجلوكونيوجينيسيس بتعمل على إزالة هاي المواد. بس كيف؟ how؟ It uses them as non-carbohydrate sources of the pathway. بتستخدمها كمصادر ال non-carbohydrate اللي ما فيها اللي عبارة عن مش كربوهيدرات عشان تصنع الجلوكوز. زي ايش هاي المواد؟ Lactate from fermentation by muscles and erythrocytes اللي هي مادة اللاكتيت اللي بتنتج من الفرمنتيشن اللي هي بتكون عبارة عن anaerobic عشان ننتج الطاقة ال ATP. هاي بتصير من خلال المسلز والارثروسايتس وكمان حكينا فيها باللكشرات اللي قبل شرحناها. الأمينو أسيدز particularly الألانين كمان الجليسرول which is released from adipose tissues اللي هو عبارة عن triacylglyceride hydrolysis اللي هي مادة الجليسرول اللي بينتجها الأديبوس تيشو اللي هي الدهون اللي بينتج عن triacylglyceride hydrolysis اللي هي تكسير الدهون. وآخر إشي intermediates of Krebs that can produce oxaloacetate اللي هي النواتج أو البرودكتس من الكريب سايكل اللي ممكن إنها تنتج أو تعطيني الأكسلوأسيتيت اللي هي آخر خطوة أو الخطوة من الكريبس. هاي هي المواد الأربعة اللي هي الأمينو أسيدز بالذات الألانين، اللاكتيت والجليسرول والانترميديتس. هدول هم الأربع مواد اللي بيتراكموا بالدم واللي بنستخدمهم كنون كربوهيدرات بريكورسرز لنبدأ عملية الجلوكونيوجينيسيس. هسا عم نحكي عن الجلوكوز ومهتمين كتير انه من وين نجيب مصادر للجلوكوز حتى لو انا ما كنت باكل او لما كنت اكون صايمه. هلا ليش احنا بدنا الجلوكوز؟ Why do we need glucose so much؟ ليش احنا كتير مهتمين له؟ هلا اول سبب انه humans use 160 grams of glucose per day mainly by our brain دماغنا red blood cells خلايا الدم الحمراء and our muscles العضلات تبعتنا. Also, glucose is used as a source of energy by most tissues, مصدر للطاقة لمعظم الأنسجة بجسمنا والخلايا. بيجي دور الجلوكوز بي to make pentose sugar for synthesis of nucleic acid، نصنع سكريات خماسية عشان نصنع النوكليك أسيدز اللي كتير ضرورية بالدي ان اي. كمان موجود بالأديبوس تيشوز use it as a source of glycerol، الأديبوس تيشوز بتستخدمها كمصدر للجليسرول اللي هي بتحتاجه. كمان من عنا انه الماماري جلاندز بالفيميلز بيحتاجوها كمصدر لللاكتوز. والأهمية الجلوكوز الكبيرة بجسمنا عشان هيك بنحتاج احنا ليكون عندنا مصدر بنقدر انه نحصل على الجلوكوز حتى لو ما حصلت عليه من خلال الاكل او اذا خلص الجلايكوجين اللي موجود بجسمي. هيك لجأنا للجلوكونيوجينيسيس اللي بتحدث بمكانين بجسمنا. الجلوكونيوجينيسيس بتحدث بالليفر بالكبد وبتحدث كمان بالكيدنيز بالكليتين. اوكي، فعرفنا ان الليفر والكيدني الاثنين بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا جلوكونيوجينيسيس، بس مش الاثنين بيشتغلوا بنفس المقدار. هلا لما احنا نكون نايمين فاحنا هيك زي اللي صايمين، فبيكون اوفر نايت فاستنج. هلا بهاي الحالة بتكون الليفر الكبد عم تشتغل أكتر من الكليتين. الكبد بهاي الحالة الليفر بتكون تشتغل 90% of the gluconeogenesis while the kidney does only 10% of the work.
هلا لما يزيد الاشي عن حده، مش بس نوم، تصير انه احنا مش عم ناكل لمدة يوم ويومين وثلاث، يصير اسمها starvation، مجاعة. فوقتها بصير الليفر يشتغل، بوطة بصير يشتغل بحدود 40%، والكدني بصير يشتغل معظم الشغل، وبيريح الليفر فبصير يشتغل الكدني 60% من الشغل. عرفنا where gluconeogenesis بصير، where it occurs but where does it not occur. هلا gluconeogenesis does not occur in skeletal muscles، والسبب اللي هو عدم وجود نوع من الانزيمات بهاي المسلز اللي هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز، اللي ضروري ومهم لعملية الجلوكونيوجينيسيس. مش بس بالسكالتال مسلز ما بصير، وكمان ما بتصير الجلوكونيوجينيسيس بالكاردياك مسلز اللي هي بالقلب، كمان ما بتصير بالسموث مسلز اللي موجودة بالمعدة بالمريء وبالأمعاء الدقيقة والغليظة الانتستنس والستمك، وكمان ما بتصير بالأديبوز تيشو اللي هي الأنسجة الدهنية بجسمنا. والسبب وراء إنها ما بتصير بالهارت مسلز بالسموث مسلز والأديبوز تيشوز اللي هو كمان عدم وجود إنزيم جدا مهم لعملية الجلوكونيوجينيسيس اللي هو الفركتوز 1,6-بيفوسفاتيز إنزيم. وإما إنه عملية الجلوكونيوجينيسيس معظم المواد اللي بتستخدمها وبتبلش فيها هي عبارة عن نواتج من عمليات أيض أخرى بتصير بالجسم، فهي أكيد بتعتمد على حدوثها. So the occurrence of gluconeogenesis depends on the reverse of glycolysis، واللي كمان شوي رح نكتشف إنه هي نفسها الجلوكونيوجينيسيس اللي هي عكس عملية الجلايكوليسيس بالعكس، Krebs cycle اللي شرحناها سابقا، الكوري سايكل والجلوكوز الانين سايكل، وهدول الاثنين رح نشرحهم او رح ناخذهم لقدام. هيك بنكون خلصنا المعلومات اللي عم نعرفها عن الجلوكونيوجينيسيس، بس هلا بدنا نبلش نحكي عن ايش هي الخطوات اللي بتصير اثناء الجلوكونيوجينيسيس. هلا اول شيء بنعرف انه هي بتتكون من 11 reactions، 11 خطوه، and these run in the opposite direction of glycolysis. هلا اخذنا الجلايكوليسيس واخذنا وفهمناها بشكل كثير منيح باللكشرات اللي قبل. هلا بدنا نعرف انه الجلوكونيوجينيسيس هي فعليا عكس الجلايكوليسيس، فزي ما بنشوف بهاي الصوره انا الجلايكوليسيس كانت دائما تبلش من الجلوكوز تنتهي بالبايروفيت، اما بالجلوكونيوجينيسيس فاحنا بنبلش من البايروفيت وبننتهي بتصنيع الجلوكوز. هلا الموضوع مش بهالبساطة فعليا، بس كتعريف بدنا نعرف انه الجلوكونيوجينيسيس هي فعليا عكس الجلايكوليسيس. طيب وين التعقيد بالموضوع؟ التعقيد بالموضوع بيجي بانه احنا اخذنا انه الجلايكوليسيس بتتكون من 10 خطوات، 7 منها كانت ريفرسيبل وثلاثة منها كانت irreversible. هلا احنا هدول الثلاث خطوات الايرفرسبل، كيف ممكن انه الجلوكونيوجينيسيس انه يمشي عكس الجلايكوليسيس اذا هدول الخطوات وهدول الخطوات موجودين؟ كيف المفروض انه يعكس هاي الخطوات؟ هلا الحل بتصير بانه الجلوكونيوجينيسيس بتعمل ثلاث خطوات بالاضافه الى خطوه رابعه عشان انها تقدر تتخطى الثري ايرفرسبل ستابس اللي بتصير خلال الجلايكوليسيس عشان تقدر تمشي عكس طريق الجلايكوليسيس وتتم عمليه الجلوكونيوجينيسيس. من هاي الخطوات أول إشي production of phosphoenolpyruvate from pyruvate by way of oxaloacetate intermediate. يعني إحنا بنكون phosphoenolpyruvate من البيروفيت باستخدام الأوكسيلوسيتات كإنترميديات. هذا الإنترميديات اللي هو أحد نواتج الكريبس سايكل، فإحنا بنحول pyruvate أول إشي لphosphoenolpyruvate، وزي ما إحنا شايفين هي عكس عملية اللي عملية صارت عندنا بالجلايكوليسيس. هلا بعدين في عنا تاني خطوة اللي هي production of fructose 6 phosphate by hydrolysis of fructose 1,6 biphosphate. زي ما نحن شايفين بالصورة بتكون عندي fructose 6 phosphate من fructose 1,6 biphosphate عن طريق عملية الhydrolysis اللي هي عكس اللي صار بالglycolysis اللي كان عن طريق synthesis. احنا صنعنا fructose 1,6 biphosphate، هلا هون احنا عم نكسر ب fructose 1,6 biphosphate. آخر خطوة اللي هي production of glucose by hydrolysis of glucose 6 phosphate. زي ما احنا شايفين انه هون احنا بنجيب glucose 6 phosphate وبنروح بنحولها لجلوكوز، وهي بتصير عن طريق عملية كمان عملية الهيدروليسيس، بحيث انه احنا بنكسر الجلوكوز 6 phosphate وبنحولها لجلوكوز، وهي عكس اللي كنا نعملها بالجلايكوليسيس او بالباثويز الثانية، بحيث انه كنا نكون الجلوكوز 6 phosphate.